قناة دبي ريسينج هذه الأمسية التراثية الجميلة، نتابع ما دار من حوار ونتابع ما دار من انطلاقات في هذه الأمسية التراثية الجميلة. الشوط الأول مشاهدين متابعين الكرام ذهب أيضا مع سرابة التابعة لهجن العاصفة وبقيادة المضمر حمد بن راشد بن غدير، تقطع مسافة 8 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 12 دقيقة 37 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. أما الشوط الثاني تأتي فتنة أيضا لتهدي ناموس الشوط الأول للمهجنات في هذه الأمسية التراثية الجميلة لسمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم وإلى المضمر الخبير مسري بن سالم بالعرطي الحميري. فتنة تقطع مسافة 8 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 12 دقيقة 45 ثانية وتسع أجزاء من الثانية. هذه لحظات وصولها إلى خط النهاية. أما الشوط الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام فكان الموعد حاضرا مع مرزام التابع لهجن العاصفة وقيادة حمد بن راشد بن غدير بعدما قدم الأداء المتميز والعرض الجميل. مرزام يقطع مسافة السباق في فترة زمنية مقدارها 13 دقيقة 15 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. شوطنا الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام ومكملا للجولة الأولى في هذا الانطلاق بهذه الأمسية التراثية الجميلة، الذيب ضيف الميدان بالشعار الغرفاوي ينتزع الصدارة ويهدي ناموس هذا الشوط لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني وإلى المضمر المدهش سالم بن عامر المدهوشي. الذيب يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 13 دقيقة 10 ثواني وخمس أجزاء من الثانية. أما بداية الجولة الثانية في هذه الأمسية التراثية الجميلة فكان الموعد حاضرا مع خيال وبالشعار الأزرق شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد من قاد خيال في هذا الشوط لتقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 12 دقيقة و48 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. تهاني لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم وإلى المضمر الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد. هملولة مشاهدينا متابعينا الكرام تأتي في شوطنا السادس شعار معالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد، الموعد أيضا حاضرا في هذا الشوط والتحديات حتى اللحظات الأخيرة، ولكن هملولة من ظفرت بناموس هذا الشوط. هملولة وبقيادة المضمر مختار بن أحمد تهدي ناموس هذا الشوط لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد، تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 12 دقيقة 53 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. أما الشوط السابع فكان الموعد حاضرا والتحديات في هذه الأمسية مع وحيشان اللي ابتعد كلي عن بقية المشاركين بشعار هجن العاصفة وقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير من قاد وحيشان بناموس هذا الشوط 13 دقيقة 17 ثانية وفاء وتماما. توقيت الزمني في مسافة 8 كيلومترات بينما الشوط الثامن ياتم داهم اللي داهم الصدارة داهم المقدمة في اللحظات الأخيرة امداهم وبشعار سمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان يهدي أهالي أيضا العين السلامات بهذا الانطلاق المتميز وبقيادة أحمد بن عبد الله بن مساعد 13 دقيقة 14 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. توقيت الزمني في مسافة 8 كيلومترات. أما شوطنا التاسع وبداية الجولة الأخيرة في هذه الجولات المسائية تأتي الشاهنية وبالشعار الأزرق شعار سمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم وقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد، النقطة الثانية لهذا الشعار في هذه الأمسية التراثية الجميلة. الشاهنية تقطع المسافة في 12 دقيقة 49 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. أما الشوط العاشر تاتي وبرا أيضا تنقض على الصدارة وباعدت المسافة مع هذا الأداء المتميز، غردت خارج السرب وحيدا وبرا والتابعة لهجن العاصفة من قادها واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير، تقطع مسافة 8 كيلومترات في 12 دقيقة 51 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. أما الشوط الحادي عشر
فكان الموعد حاضرا مع مياس. السلالة الصغارية من أفرضت وجودها في هذا الشوط، هذه السلالة أيضا المحببة لمسري بن سالم بالعرطي الحميري وبالشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. ينتزع الصدارة مياس ويهدي ناموس هذا الشوط لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، ويل الخبير مسري بن سالم بالعرطي الحميري يقطع المسافة في 13 دقيقة 14 ثانية، ثلاث أجزاء من الثانية. أما شوط الختام في هذه الأمسية التراثية الجميلة فكان الموعد حاضرا مع كيلان التابع لهجن العاصفة، بعدما قدم الأداء المتميز وصمد حتى اللحظات الأخيرة ليهدي ناموس هذا الشوط لهجن العاصفة، وللمضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير يقطع المسافة 13 دقيقة 24 ثانية وفاء وتماما. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني لحمد بن راشد بن غدير. تهانينا لجميع الفائزين مشاهدينا متابعين الكرام بهذه الانطلاقات والتحديات الرائعة في هذه الأمسية التراثية الجميلة. إلى هنا ناتي إلى ختام سباق هذا المساء، تقبلوا تحيات الجميع، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.